اليوم هذا المكان السعيد احتفالا بالمرأة المغربية وبمرأة العدالة على وجه الخصوص، وبهذه المناسبة نقصد رئيس المجتمع هذه الاحتفالات التي كانت فعلا بالنسبة لنا شرفا واعتزازا وتقديرا لمكانة المرأة. وأقول لك أيضا أخي الكريم أن هذه الحقوق التي وصلت إليها المرأة كانت فعلا بجهدها واجتهادها ومثابرتها، وكانت وصلت إلى ذلك لأنها تستحق ذلك، وصلت لأنها تستحق ذلك. باقي مازال شي رجال كيمنعوا النساء أن يوصلوا للعالم ديالهم، وإن وجد هذا الرجل فأنني أقول له البداية، أقول له البداية وكنقول أنه يكون فعلا في مستوى الحدث، لأن فعلا العصر كله غادي في واحد التطور وغادي كله في اتجاه أن المرأة تمتع جميع الحقوق ديالها، وبالتالي أتمنى أن لا يبقى هناك رجل على وجه الكون يمنع المرأة من تحقيق مطالبها أو من الوصول. سر في نجاح النساء جميع المجالس أولا هو البيت، لأنه فعلا المرأة إذا رأيتها ناجحة يعلم أن وراءها رجل يساندها. من هذا المنبر أشكر زوجي فعلا لأنه فعلا دائما كان لي السند وكان لي العضد وكان لي، وفعلا النساء والرجال هم شركاء ما يمكن ليناش أن نقول غير ذلك. بالتالي أي امرأة ناجحة يكون وراءها رجل فعلا عظيم ورجل مساند ورجل يسايرها في أو يشجعها لتحقيق أحلامها ومطالبها. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.